ويعني لازم كان الجمهور يعرفوا عن حضرتك اكتر، ويعني بوزيشن قوي، بوزيشن جديد ومش فاميليير، والناس اكيد عايزه تعرف اكتر ازاي ابتديتي وبعد كده فكره كره القدم النسائيه اصلا. ولو هنتكلم بقى الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي اكيد فيها كلام كتير عايزين نعرفه. اوكي، بدايتي اصلا في كره القدم النسائيه كانت الستارت بتاعت الكره النسائيه في مصر كان دكتوره سحر الهواري، يعني من الرعيل الاول يعني. احنا تعبنا جدا علشان ننشر اللعبه، كان طبعا دكتوره سحر هي اللي دخلت اللعبه في مصر طبعا، فاحنا كنا حوالي 20 25 بنت في مصر كلها، كانت بتاخدنا في اماكن كتير في المحافظات عشان تفهم الناس ان في كره نسائيه في مصر، لدرجه يعني رحنا مهرجانات وكانت بتدخلنا بين ماتشات بين الشوطين، عملت معانا حاجات كتير جدا علشان تنشر اللعبه. لما بدات تنشرها وبدا ان في الى حد ما رواج وقتها، بدا الناس دي تتقسم لفرق وعلى اساسها عمل الدوري، وكانت البدايه قبل الدوري كان منتخب كمان. بس وانتوا في المرحله المبكره من الانتشار كان في مثلا، هل كان في ردود الافعال المجتمعيه؟ هل ما كانتش واخداكم على محمل الجديه؟ اكيد طبعا. اكيد لا اكيد ما كانش اكيد طبعا. هو يعني حتى احنا لازلنا لغايه الان لقطة التنمر دي موجودة، يعني ده الطبيعي، يعني ده المجتمع الشرقي مش واخد لسه برضو على فكرة ان بنت بتلعب كورة، فلسه مش واخدين على النقطة دي، لان مفيش الاعلامية ان الضوء مش متسلط على الكورة النسائية، فطبيعي الناس مش واخدة ان هي تشوف بنت بتلعب كورة، فلازم التنمر. هل اعلاميا ولا هل نقدر نقول سكورز، يعني الفريق مثلا عندنا مش بيصل لبطولات معينه او منافسات معينه، فهو ده اللي ما فرضش، ما كانش اصبح امر واقع، انا بحاول ابقى فار، يعني هل نتيجه البطولات والفرق هو ولا هو ممكن البدايه كانت ما كانتش بالقوه زي دول تانية، يعني في دول تانية ابتدت بعدنا ب10 سنين واكتر، ودلوقتي واخده ريتس تبع الفيفا اعلى مننا بكتير، فاحنا متاخرين. دي حاجه تخص بقى الاتحاد المصري امكانيات يعني في الاخر مثلا ممكن مفيش اهتمام، مفيش اهتمام للعبه، يعني هي دي حاجه تخص الاتحاد المصري وتنظيمه للعبه واهتمامه بيها، فطبيعي الاتحاد المصري هو المسؤول عن الكوره في مصر، فطبيعي هو المسؤول ان هو يطور ويعلي ويبقى فيه تجمعات منتخب والكلام ده، فهي دي اللي كانت عائق ان احنا نتاخر كتير. بعدين احنا قعدنا من 4 أو 5 سنين ما عندناش تجمعات منتخب، فده خلانا ان احنا الريتس بتاعتنا بتاعت الفيفا راحت في حته تانيه خالص يعني.